اجتماعنا اليوم بأكثر من 75 جنسية على مائدة واحدة بعدد أكثر من 4000 صائم، إنما دليل على التسامح والوسطية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. نتمنى لكم إفطاراً شهياً. الإنسان اللي عنده إنسانية إذا فعل اليوم شيء طيب وشافه في جماعة من جماعته أو من قرابه ومعارفه أن هذا مثمر وبين عليهم وعلى هاي الناس، هذا يسربه خاطر. الإنسان اللي عنده إنسانية يسربه.